الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فهذا لقاؤنا في دروسنا في هذا الجامع المبارك، جامع القاضي، وقد جرت سنن التدريس فيه أن نأخذ مفردتين نعرج في الحديث عليهما، ومفردة هذا اللقاء الأول والآخر، وهاتان الكلمتان وردتا كثيرا في كلام الله، إلا أنهما قبل أن نشرع وردتا كاسمين عظيمين من أسماء الله الحسنى. وكما قلنا عند درسنا عن الظاهر والباطن أننا لا نتحدث عنهما بوصفهما اسمين من أسماء الله الحسنى، وإلا فالله يقول وقوله الحق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقد قال العلماء كما فسرها الحديث: الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فإننا إذا تأملنا هاتين الكلمتين في القرآن فقد جاءت في آيات عدة ومواطن كثر نعرج على بعض منها. ذكر الله جل وعلا ما كان من خبر الكليم موسى بن عمران، وأنه جاء لميقات ربه، وأنه أعطي مقام التكليم، فلما أعطي مقام التكليم طمع في مقام الرؤيا، فأوحى الله جل وعلا إليه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أي بعد أن رأيت هذه الآية عيانا فأنا أول المؤمنين أن أحدا لا يقدر أن يراك في الدنيا، فهذا لفظ أول. وهذا الذي وقع لموسى عليه الصلاة والسلام يظهر والعلم عند الله. طبعا موسى عليه الصلاة والسلام كان هذا منه عند جبل الطور، لأن الله تكلم موسى عند جبل الطور. لكن السؤال الآن: الجبل ماذا؟ الجبل المقابل الذي رآه موسى في مدينة حقل في بلادنا المباركة يوجد جبل، هذا الجبل كأنه رمل مدكوك دك مع ارتفاعه، وقد رأيته لكن في الليل، يعني لم آته نهارا حتى تكون الشهادة على بيئة، وهو مقابل لجبل الطور. فلا يبعد أن يكون هذا الجبل هو الجبل الذي دك، هو جبل كالجبال، لكن ليس فيه صخرة البتة، على ارتفاعه، جبل تراه من بعد جبل من الجبال، لكنه ليس فيه صخرة البتة. ولما زرت مدينة حقل قلت لهم، لما قالوا لي: هل يكون يمكن أن يكون هذا؟ قلت: أول سؤال أين هو من جبل الطور؟ إن كان مقابلا له فيرجح أن يكون هو، أما إن كان من يقف عند جبل الطور لا يراه فالأمر بعيد، لكنه مقابل لجبل الطور في أرض سيناء. وأنتم تعلمون أن مدينة حقل على الحدود مع دولة مصر المباركة، والحدود مع فلسطين ردها الله. فالمقصود أن من يقف عند جبل الطور يرى ذلكم الجبل، ومن يقف عند هذا الجبل يرى جبل الطور، والعلم عند الله، والمراد قول الله هنا: وأنا أول المؤمنين. جاء لفظ آخر في ذكر دعاء أهل الجنة، قال الله عز وجل عن أهل جنته: دعواهم فيها، أي في الجنة، أي دعاؤهم ذكرهم: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. ثم قال ربنا: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والجنة كما تعلم أيها المبارك لا تكليف فيها، لكن أهلها يلهمون التسبيح، يلهمون الدعاء، يلهمون الحمد، كما يلهم أحدنا في الدنيا النفس،
كما يلهم أحدنا في الدنيا النفس، أمر يستقر، يأتي جبلة بداهة، يأتي طبعا، فلا يوجد واحد يتكلف النفس. فكذلك أهل الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها يلهمون التسبيح، يلهمون الدعاء، كما يلهم أحدنا النفس في الدنيا، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقد قال العلماء إن مما تستفتح به الكتب، تستفتح به الخطب، تستفتح به المنابر، أن يقول الإنسان الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. أعيد، الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، أي في المصحف، وآخر، وجعله آخر دعاء لأهل جنته، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ذكر الله المقربين وذكر الله أصحاب اليمين، فلما ذكر المقربين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولما ذكر أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يبقى السؤال، هل المراد الأمم كلها أو المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي يترجح عندي أن المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قلنا إن المراد ثلة من الأولين من أهل العصور السابقة فيبقى إشكال، لأنه معلوم أن هذه الأمة هي أكرم الأمم وأكثر من يدخل الجنة، وهذا يتنافى مع قول الله لو قلنا بهذا القول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فيصبح نسبة القلة لهذه الأمة مع من سبق. لكن الذي يترجح أن المقربين من هذه الأمة أكثرهم قد مضى وكان زمن من؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الأولين والقرون المفضلة، ثم يقلون حتى قيام الساعة، لكن يبقى من المقربين من يبقى إلى زماننا هذا وبعده. وأما أصحاب اليمين ففيهم ذلة من أهل القرون المفضلة، ومنهم ممن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ويجب أن تفرق ما بين آخر وآخر، تفرق ما بين آخر بالكسر وآخر، فآخر تعني النهاية، إن كانوا عشرة فالعاشر يقال له الأخير، أما الآخر شيء ثاني لا يلزم بعده عدد، لا يلزم بعده عدد، تتحدث عن نوع آخر، عن شيء آخر غير كلمة، ليست مقابلة لكلمة أول. كذلك جاء في القرآن لفظ أول ولفظ آخر في آيات أخر، أن أنبياء الله عليهم السلام حرصوا على أن الله جل وعلا يبقي لهم ذكرا في من يأتي بعدهم في المتأخرين من الأمم. قال الله جل وعلا عن نبيه وخليله إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي إذا جاءت آخر الأمم فاجعل لي يا رب ذكرا حسنا بينهم. وقد أجاب الله دعاء نبيه، فما زال الناس بحمد الله من هذه الأمة يثنون خيرا على خليل الله إبراهيم، ولا تكون صلاة إلا بما يعرف بالصلاة الإبراهيمية، وفيها ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذا أتينا على هذا نأتي على التاريخ حسنه وسيئه، وعلى الحديث من قبل في قضية الأول والآخر. أول من يقرع باب الجنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من ينشق عنه القبر، وآخر من يدخل الجنة رجل من هذه الأمة تسفعه النار مرة مرتين حتى يؤمر بدخولها، وقد مر معنا هذا الحديث كثيرا ولا حاجة لإعادته، وهو آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول الخلفاء، أول الخلفاء، فلما ولي عمر استكثروا أن يقولوا، يطول الكلم، لأن أبا بكر كانوا يقولون له يا خليفة رسول الله، فلما ولي الفاروق رضي الله عنه طال عليهم
أن يقولوا يا خليفة خليفة رسول الله، ولن ينتهوا في الذي جاء بعده. فجاء يقال عمرو بن العاص ويقال غيره، جاء من الحروب من الشام من العراق، فأخذ يسأل أين أمير المؤمنين أين أمير المؤمنين، قال هكذا جبلة. فرضي الناس بها واطمأنوا إليها واستحسنوها، فأصبح عمر يدعى أمير المؤمنين، فهو أول من كني أو لقب بأمير المؤمنين. اسم عبد الملك، قالوا إن أول من تسمى باسم عبد الملك في الإسلام عبد الملك بن مروان، المؤسس الثاني لدولة بني العباس، علي بن دولة بني أمية. علي بن أبي طالب أول هاشمي تلده هاشمية، أول هاشمي تلده هاشمية، يعني معروف أن علي بن أبي معروف أن عليا من بني هاشم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من بني هاشم، لكن أمه من بني زهرة، آمنة بنت وهب من بني زهرة، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض في جد له قبيل بعد قصي، فهما كلاهما من قريش، لكن عليا أمه من بني هاشم، فهو أول هاشمي تلده هاشمية. كما أن الأمين الخليفة العباسي المعروف هو أول هاشمي بعد علي تلده هاشمية، لأن أمه زبيدة وأبوه هارون الرشيد وكلاهما من آل البيت. والمراد أنا أتكلم عن الأوائل. مروان بن محمد خليفة أموي، وهو آخر من ولي من بني أمية، آخر من ولي من بني أمية، يقابله في بني العباس أول من ولي أبو العباس السفاح. هذا الأمر التاريخي يعينك على كثير من الأمور، إذا الإنسان إذا كان علمه قدر الإمكان علما شاملا يكون أقرب إلى أن يفقه عن الله كلامه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. لكننا الأفضل أن نعود إلى القرآن والسنة ولا نستطرد في قضايا المؤرخين، فربما هذا يقسو منه القلب من غير أن نشعر. مر معنا أن أول الرسل نوح، أن أول الرسل نوح، وأن الله يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقلنا هذا فيه دلالة على أن نوحا أول الرسل صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأوائل والأواخر ألف فيها أظن أبو هلال العسكري كتابا، لكن الله سمى اليوم الذي فيه البعث والنشور باليوم الآخر، لأنه لا يوم من جنسه بعده، وجعل الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وما من نبي بعث إلا ودعا أمته إلى أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر. وقد قال العلماء إن جماع دعوة الأنبياء في ثلاث اجتمعت عليها كلمة النبيين جميعا: الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان باليوم واليوم الإيمان بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر قلنا إنه يوم لا يوم من جنسه بعده، يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما بين يدي ربهم، فيمكثون ما شاء الله لهم أن يمكثوا، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، يسألونهم أن يشفعوا لهم في الموقف أن يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء، فتنتهي الشفاعة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيشفع فيشفع، وهذا هو المقام المحمود الذي أتاه الله جل وعلا إياه. ثم بعد ذلك يكون فصل القضاء وتطاير الصحف ونشر الكتب كما أخبر الله جل وعلا في كتابه. ولا بد أن ينصرف أهل الموقف يومئذ إلى دارين لا ثالث لهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. يرى كل عبد في ذلكم اليوم ما تقدم من عمله وما تأخر، أوله وآخره. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما
بما يفعلون. كل النجاة تكمل إذا نجا العبد في ذلك اليوم، وكل الخسران يقع إذا وقع الخسران من العبد في ذلك اليوم. وذلك اليوم كضيض بالزحام، وتثبت القدمان فيه على قدر ثبوتها في الصلاة. فمن أحسن الوقوف بين يدي الله في الصلاة فقد وضع لنفسه موطنا وقدما يوم القيامة، ومن فرط فيها قلما إلا أن يشاء ربي أن تثبت قدمه أو يحسن وقوفه. وقد قلت لكم مرارا إن عمر بن الخطاب لما طعن وأخذ الناس يثنون عليه، لماذا يثنون عليه؟ لأنه في سياق الموت، يعني يعتبر كأنه ميت لا يخشى عليه من الفتنة. فلما أثنوا عليه قال لمن أثنى عليه وهو ابن عباس: والله مع ما قلت، يعني من ثناءك علي، لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت بها من هول المطلع، يعني من هول الوقوف بين يدي الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته: أنا وأنت والحسن والحسين، وأشار إلى علي وهذا الراقد، لفي مكان واحد يوم القيامة. فيظهر أن الناس تختلف أماكنهم، يختلف وقوفهم. يرى الرجل أباه، يرى الرجل أمه، فيفر عنهما خوفا من أن يكون قد بخسهما حقهما في الدنيا فيطالبانه بالحق. ليس ذلكم اليوم دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. ولو تدبره العبد حقا لهاله الأمر، لكن المؤمل والمرجى في رحمة الله وحسن الظن به تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولا تحتقرن يا أخي شيئا من عملك أن يجعل الله جل وعلا فيه سبب نجاتك، وقد تأتيك اللفظة تريد أن تنزع من فيك فاحبسها إن غلب على ظنك أنه ربما تحول بينك وبين رحمة الله. ولا تأتيك الخطوة تغلبك تسوقك إلى معصية الله فربما يكون فيها هلاكك. ولا تحجم أبدا عن موطن تعلم أن فيه رضوان الله، واعلم أن أعظم مواطن تتجلى فيها رحمة الله هي بيوته. قال الله: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم بين أين موطن نوره، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الرحمن الرحيم مالك الملك رب كل شيء ومليكه خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. أسألك اللهم بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، كبارا وصغارا، يا رب العالمين. اللهم إنا نستجدي في هذا المقام رحمتك، ونستدفع في هذا المقام نقمتك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك ربنا أن تكون أعمالنا لأحد غيرك. اللهم احفظها أن تكون لأحد غيرك يا رب العالمين. اللهم اجز عنا من بنى هذا المسجد خير الجزاء، واغفر له وارحمه ووسع له في قبره وبارك له فيه يا رب العالمين. واجز عنا إمامنا يا رب العالمين خير الجزاء، ومن أعانه وساعده وسانده في إقامة هذه الدروس المباركة. اللهم لا تجعل لأحد من خلقك فيها نصيب. اللهم لا تجعل لأحد من خلقك فيها نصيب. اللهم اجعلها لك يا رب العالمين وحدك، وأعظم لنا بها الأجر، وأزل لنا بها عنا الوزر،
وتقبلها منا جميعا يا رب العالمين، واغفر لنا سيئات أعمالنا وإسرافنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك، واجعلنا في بلادنا هذه مطمئنين مباركين يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.